لعبتنا بقى دلوقتي لعبه ايدك معايا. اللي هيلعب معانا اللعبه دي هم كل اللعيبه اوزو وبيلا وبسيم ووليد زي ما انتم شايفين. الموقف بيقول ان واحد اللي هو هيكون اوزو ومراته اللي هتكون بيلا قاعدين في العربيه راجعين من عزا، لكن الصعب بقى في اللعبه ان اوزو وبيلا ما يقدروش يستخدموا ايديهم، لان اللي هيلعب ايدين اوزو هيكون وليد واللي هيلعب ايدين بيلا هيكون بسيم. اوكي يا رجاله؟ اوكي يلا. يوم قرف، يوم زباله. ابو شكل الو، ايه يا روحي في ايه؟ لا معايا ام 44 هوديها البيت كده وبكلمها. خلاص سلام سلام، باي 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 باي. لا شيء دلوقتي. طيب يلا سلام سلام. لا مش قادرة، مش قادرة ايه؟ مش قادرة ايه؟ جعانة قوي، مش قادرة، مش قادرة. اقسم بالله ايه القرف ده؟ انت قاعدة فين؟ في عربية ترحيلات؟ ايه القرف في شكلك؟ لا حنان وسع يا حمار، انت يا حمار. مش قادر، احنا راجعين من العزاء انت تخرب. يا شيخ يلعن ابو قرفك، يلعن ابو قرفك، نكد وقرف. ايه يا راجل مال، عايز مني ايه؟ حنان حنان. والله العظيم انا قلقت اللي هي حاجه. التابلو يا بنتي بقى عن ابو قرفك. زعلانه يا راجل، زعلانه. خلي ده البنت ما بقالهاش اسبوعين، لسه قبلها من اسبوعين. سايب انا، سايب انا شركتي والبورصه كلها تضرب تقلب والنسوان قال الشغل اللي ورايا، الشغل اللي ورايا سايبه ودارسك على العزا يا حمار. يا راجل بقول لك يا راجل، بنت خالت عم الست اللي جابت امي. خش يا اجره. مين صاحب مين يا حيوان؟ دي مراتي. انت مجنون ولا ايه؟ ايه يا راجل مش شايف ايه؟ ده انا كلي نوسه. اديله يا راجل، اديله اديله يا سبعي. حنان ايه؟ حنان مسبقه، لم نفسك. هتعمل ايه بقى؟ يا بنت يا لهوي، ما ادرك سيرولك انا يقع من ايدي. يا راجل اتحور على نفسك. والله العظيم يا رب. ايه ده؟ ايه ده؟ خايف عشان مطب 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 على البس مطب. يا بنت 60 يلعن يحرق. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا راجل؟ انت بتمد ايدك عليا؟ ما هو نكد وقرف وشيبسي جايبه لي قرص. قرص في العربيه. باكل يا راجل، باكل. ما انت ابوك عنده ميكروباص. مش زي انا يا راجل، حرام عليك. وشكلك في الارض حرقه دمي. هات هات سجاير. ايه وبتاع ايه؟ خرمانه. ايه ده؟ ايه ده؟ دخلني قدامي. خرمانه يا راجل، خرمانه. بقول لك الله، السجاره وقعت مني. هات السجاره اهي، هات السجاره اهي. ما نسيتيش قصدك بتاع صفه اللبن. صفه اللبن قال ايه؟ العبايه، العبايه اللي تحتيها الاسترتش. ايه يا كلينكس في ايه؟ انت كنت هتموت علشان ارفع لك الفيزون. ايه يا كلينكس؟ اها اهو. واجبك كده. العظيم خرمانه. قسما بالله وحياه ربنا، الكلب اللي على التابلو ده اقسم بالله احلى منك. والله العظيم ثلاثة. على الاقل كل ما اقول له هيعمل لي حاضر. هيقول لك بقى طب انت اي حاجة. لا. انسانة سلبية ومقرفة. ابوكي أول ما لبس جزمة دخل بيها في الحيطة. والله العظيم. والله العظيم. طب بص، انا هتمكيج لك وهترجع تشوفني حلوه زي زمان. مكياج مين ده؟ اسمنت ابيض يا بنت 60. اسمنت ابيض ايه يا راجل؟ حرام عليك يا راجل. طب بتعمل ايه ده؟ لا ما بحبش الهزار حنان. ايه حنان؟ ايه حنان؟ ايه يخرب بيتك بقى؟ اقسم بالله العلي العظيم. ايوه اكلك كشافه ضلم لك حياتي. الله العظيم. عيله نكد، عيله نكد. ابوكي اول ما ركب اسانسير قال دعاء السفر. حاجه يعني مش ممكن، حاجه اقسم بالله. نسب يعر نفرين وطفايا على راي محمد سعد. اقسم بالله حاجه مش ممكن. عملتوا حادثه. يا نهار اسود على اليوم القرف والزفت والخرا. يعني حاجه زفت يعني. معلش معلش المدام، بس يعني طالعه من مستشفى المجانين. شكرا 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 للعيبه، شكرا للجمهور.